الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا أنا بشكر جامعة جنوب الوادي وكلية الطب خصيصا وأخي وصديقي الأستاذ الدكتور محمد تاج وجميع أعضاء قسم البطنة العامة بكلية الطب جنوب الوادي والتشير بيرسون، وبشكر حضراتكم جميعا على الحضور. أنا محمد عبد الجواد، أستاذ مساعد أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، كلية طب الأزهر بأسيوط. هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن أوفر فيو عن المانوسكريبت رايتنج. طبعا ما كنتش أعرف إن هتبقى تلت ساعة كده، فهحاول أعدي بسرعة. فأقول إيه الريسيرشر شود نو ذا فولوينجز، أي باحث المفروض في الدنيا المفروض يعرف بعض الحاجات كده قبل ما يدخل في البحث. يبقى عارف بعض الريسيرش تيرمز، يعني ايه مانوسكريبت، يعني ايه بليجيريزم، يعني ايه بير ريفيو، يعني ايه ايديتنج. يعرف الريسيرش توبيك وازاي يختار موضوع البحث. يعرف الاستادي ديزاينز، الريتروسبكتيف، بروسبكتيف، كروس سيكشنال، كيس كنترول، كلينيكال ترايلز، راندومايز كنترولد ترايلز. ويعرف الستاندرز بتاع كل واحده فيهم ازاي بنعملها. يعني المفروض يعرف ازاي يعمل كونداكت الاستادي برضه. بعد كده يعرف يعمل ريجستريشن لبعض الاستادز، لان في استادز لازم تسجل ومش بنكتفي فيها بالاي ار بي او بالاسكس ابروفال، لازم تسجل زي السيستماتيك ريفيوز والميت اناليسز والكلينيكال ترايلز. لازم يعرف الرولز بتاعت المانوسكريبت رايتنج، ويعرف ازاي يختار السويتابل جورنال بعد ما يكتب البحث بتاعه، ازاي يختار ما يوحش فريسه لاي بريديت جورنال او جورنال مفترس ويضيع الشغل بتاعه. ويعرف ازاي البريديت جورنالز، ويعرف ازاي يطلعها وازاي يكشف عنها. المفروض يعرف يعمل سبميشن برضه، ازاي يعمل سبميشن للبيبر بتاعته على الجورنال. وبعد كده بقى ريسيرشر كويس، المفروض يتعلم ازاي يبقى بير ريفيور كويس للمجلات. وبعد كده لو عنده طموح اكتر، ازاي يبقى اديتور في مجله، سواء كان اسوشيت اديتور او اديتور ان تشيف. المفروض الحاجات دي يبقى عنده عارف عنها بعض المعلومات. ففي جنرال رولز في المانوسكريبت رايتنجز. اولا المانوسكريبت رايتنج must be in the author's own words، المفروض بتكتب باسلوبك الخاص، مش بتاعت كوبي بيست. انسى الكوبي بيست خالص. لازم تبقى اتشير للورد كاونت ليميت. لما نقول لك الاوريجينال ارتكل 2500 كلمه ل 3500 كلمه، لازم تبقى اترنت لكده، ما تزيدش عن كده، عشان ما تضطرش انك تبتدي تشيل حاجات تبقى اوبليجاتري ما تعرفش تظبطها يعني. وبنقول بعد كده السيتيشن، الريفرنس اللي حضرتك بتحطه هو ده دوكيومنتيشن للانفورميشن، ولكنه مش دوكيومنتيشن للتكست. يمكن كان بيتقابلنا اكتر مع الجينيور ريسيرشر، لما اقول له انت واخد الحته دي انت سارقها، انت دي بليجيريزم، يقول لي يعني ايه بليجيريزم؟ اقول له يعني سارقها او منتحلها. طب ازاي انا منتحلها وانا حاطط لك الريفرنس؟ الريفرنس هو توثيق للمعلومه مش للنص. النص زي ما قلنا ده المفروض يكون ان ذا اوثر اون ووردز. اقرا الانستراكشنز كويس قبل ما تعمل سبمشن بتاعت المجله. يا ريت تعرف البنكتويشن ماركس، يعني ايه الكوما، يعني ايه الدوت كولون السيمي كولون الهايفن، الحاجات دي معناها ايه؟ لان احيانا بنلاقي حاجات كتيره في اماكن مش بتاعتها فبتغير المعنى خالص. برضه الكوميونيكيشن من الرولز، ان الكوميونيكيشن مع الجورنالز هو الكترونيك عن طريق الايميلز او عن طريق الاكونت بتاعك، وتبعت رساله للمجله، ما هوش بيرسونال كوميونيكيشن عشان تنفع نفسك الحرج. لان انا لو اديتور في مجله وحضرتك تواصلت معايا بصفه شخصيه، انت حطتني في حرج معاك. لو انا البحث مش عاجبني هعمل له ريجكشن، انت تاخدها بصفه شخصيه، انا ما اقصدكش شخصيا نهائي، واتمنى انك تنشر عندي تاني وتالت، بس انت كده عملتها شخصيه. المانوسكريبت ستراكشر بقى، الساينتفك اوردر بتاع المانوسكريبت عندنا التايتل، تبدا بالتايتل، بعد كده الابستراكت، بعد الكي ووردز، بعد كده الانترودكشن، بعد كده الميثودز او الميثودولوجي، الستاتستيكال اناليسيز. والستاتستيكال اناليسيز هو اساسا تبع الميثودولوجي، بس انا بفرده عشان ما ننساهوش، لان معظم ده بينساه. بعد كده الريزلتس، بعد كده الدسكشن، والدسكشن لازم يكون فيه الليميتيشنز اوف ذا ستادي والكونكلوجن والريكومنديشنز كمان. بعد كده الريفرنسز، وبعد كده في بعض الكومبلمنتري سيكشنز. وبنقول تذكروا حضراتكم ان ده الاكاديميك اوردر او ساينتفك اوردر، وده عكس اللوجيكال اوردر. اللوجيكال اوردر ان يبقى عندي ان اخر حاجه بكتبها هي الابستراكت، مش التايتل، ولا يعني اخر حاجه انا بكتبها في البيبر او في المانوسكريبت هي الابستراكت. اول حاجه بكتبها ولازم تكون جاهزه معايا هي الريزلتس، وهي اللي على اساسها انا بكتب. فندخل كده، خلينا في الساينتفك اوردر نفسه. التايتل، التايتل حضرتك هتكتبه المفروض يبقى ليه كرايتيريا، لازم يكون سايز از شورت از بوسيبل، highly more specific informative وclear، ويعبر عن الايم بتاعك والتارجت. ويا ريت لو قدرت تحط لنا البوبوليشن بتاعك، لو انت شغال عن ميلز اكتب ان انا شغال عن الميلز، لو انت شغال في الليفر ديزيز على الليفر سيروزز ما تكتبش ليفر ديزيز ان جنرال، اكتب انا شغال على الليفر سيروزز. وان قدرت تكتب الاستادي تايب اكتبه، يعني ريتروسبكتيف ستادي، كروس سيكشنال ستادي لو كان متاح تكتبه. لكن في بعض الاستادي لازم تتكتب اوبليجاتوري اجباري، زي راندومايزر كنترول ترايل لازم يتكتب في التايتل بتاعها انها ار سي تي.
والسيستماتيك ريفيوز والميتا اناليسز لازم يتكتب في التايتل بتاعها انها سيستماتيك ريفيوز والميتا اناليسز، والكيس ريبورتس نفس القصه برضو. يا ريت في التايتل تتجنب الجنرال والكيوت تايتلز، تتجنب بعض اللي بيسموها الكوزال لانجوج، كوزال لانجوج يعني انك تبقى عامل اوبزرفيشنال ستادي او ريتروسبكتيف ستادي عن الاسوشيشن بين النان الكوليك فاتي ليفر ديزيز والفيتامين دي، وتطلع في الاخر تقول لي ان الفيتامين دي از ا كوز اوف النان الكوليك فاتي ليفر ديزيز. ما ينفعش في الاوبزرفيشنال ستادي اقول كوز خالص، اخر اقول دي اسوشيتد. عشان اقول كوز لازم اكون عامل اللي هي راندومايزر كنترولد ترايلز او كلينيكال ترايلز بروسبكتيف كلينيكال ترايلز. تمام، حاول تقرا الانستراكشن بتاعت المجله برضو في التايتلز. احيانا بعض المجلات بتبقى حاطه يعني تقول لك ما يزيدش عن 140 حرف، فخلاص انت لازم تبقى اثر للجايد لاينز دي. وحاول ما تستخدمش ابريفيشنز، يعني تقريبا ممنوعه تماما الا اذا كنت بتنشر في مجله هايلي سبيسيفيك. لو انا بنشر في مجله عن الدايجستيف اندوسكوبي او مجله متخصصه في الاي او اس اندوسكوبك الترا ساوند، سهل ان احط اي او اس في التايتل، لكن بتنشر في مجله عامه ما ينفعش احط لي اي او اس، ما اعرفش وما يعرفش يعني ايه اي او اس القارئ بتاعك. وده ايديال تايتل انا اخذته كده من بيبر، ذا اسوشيشن بتوين فيتامين دي اند نان الكوليك فاتي ليفر ديزيز اسيستد باي كنترولد اتنويشن بارامتر. لما تقراها كلمه اسوشيشن معناها ان عمل اوبزرفيشنال ستادي وشاف فيها الالكوليك ونان الكوليك وشاف الفيتامين دي ليفل واعتمد في الدياجنوزس بتاع الفيتامين دي على الكاب او الكنترولد اتنويشن بارامتر. ندخل بعد كده في الابستراكت. طبعا حضراتكم عارفين ان الجورنالز بالنسبه لنا بتنقسم ثلاث اقسام رئيسيه، اوبن اكسس جورنالز ودي الباحث بيدفع عشان ينشر بحث والقارئ بيلاقي البحث مجاني، وفي سبسكرايب جورنالز ودي الباحث ما بيدفعش خالص والقارئ عشان يقرا البحث بيدفع 30 او 35 دولار عشان يقرا البحث، وفي الهايبريد جورنالز بتبقى الاثنين مع بعض وهو بيخيرك انت عايز تنشر اوبن اكسس ولا عايز تنشر سبسكرايب. الجميل فيهم كلهم ان الابستراكت بتتنشر فري في كل الجورنال، فبالتالي الابستراكت بتاعتك هي طريقك ان الناس تقرا البحث بتاعك وتطلبه، فبالتالي اكتب الابستراكت كويس لانها هتبقى متاحه فري سواء كان الجورنال اوبن اكسس او سبسكرايب. تمام، لازم تبقى ويل ريتن، تحتوي على الامبورتنت فايندنج بتاعتك الميثودولوجي وهي الطريق بتاعك للديسكفرابيلتي، والابستراكت لازم تبقى ستاند الون اندبندنت، يعني ما ينفعش انا لما اقرا الابستراكت احتاج اقرا حاجه في في البيبر كلها عشان افهم. الابستراكت اللي المفروض تبقى قايمه بذاتها، لما اقراها افهم انا كل حاجه منها، كل المعلومه مكتوبه فيها افهمها وتبقى اندبندنت. تمام، وطبعا طبعا الابستراكت بتقسم لاربعه سيكشن ايا كانت اسمائهم مختلفه احيانا باسماء، لكن لازم تحتوي على الباك جراوند والايم بتاعك والميثودولوجي اللي رقم 2 ورقم 3 الريزلت ورقم 4 الكونكلوجن. بتختلف مسمياتها شويه من جورنال لجورنال، احيانا بيقول لك باك جراوند اند ايم وميسز وريزلتس وكونكلوجن، وبعض الجورنال بيقول لك بيربس وبعد كده وغيرهم بيقول لك ان هو مثلا انترودكشن. ايا كان ان هم بتبقى ستراكشر وعادة بتبقى وان باراجراف وما تزيدش عن 250 كلمة، وحاول تعملها كده لما تكتب ما تزيدش منك عشان لما تروح تعمل سبمشن تلاقي تفاجئ انها 400 كلمة وعايز تشيل، وانا خلاص هعمل سبمشن مش لسه هشيل وهعمل، فبتبقى مشكلة ان اظبط الابستراكت واكتبها وتبقى بطريقة كويسة. احيانا لما بتشيل وتحط لا الدنيا اتبهدلت منها خالص وما بتعرفش تلمها. تمام، فخليك اثر للليمت ده 250 كلمة سنجل باراجراف ما ينفعش، وان كان في بعض الجورنالز لكن قليلة خالص بتقول لك اكتبها لي في سبسكشنز يعني كل باراجراف لوحده. وطبعا الابستراكت ما يبقاش فيها ريفرنسز نهائي، ما يبقاش فيها تيبلز، ما يبقاش فيها فيجرز. اللي بتكلم عن المانوسكريبت الابستراكت بتاعت المانوسكريبت مش الكونفرنس ابستراكتس والبوسترز. تمام، انا بتكلم عن الابستراكت بتاعت المانوسكريبت بتاعت البيبر بتاعتنا، ما فيهاش ريفرنسز، ما فيهاش تيبلز، ما فيهاش فيجرز. تمام، دي الابستراكت بتاعتنا، ودي برضو ده مثال نفس البيبر اللي هي كانت معانا، ده حاطط الاربعه سيكشنز بس حاططهم مع بعض، يعني لو ورينا كده هنلاقي حاططهم ادي الميثودولوجي اعتقد اهوتي، ادي الميثودز وادي الريزلتس تحتها، وهتلاقي هتنزل تحت ادي الكونكلوجن، يعني حاططهم كلهم في وان سيكشن. بعد كده دخل في الكيوردز. الكيوردز المفروض بنكتب من 3 ل 5 كيوردز سويتابل كيوردز يبقوا ريفليكتيف للاستاد بتاعتنا، او احاول انا بحطهم الباحث لو بيبحث يطلع لي البحث بتاعه في الريسيرش بتاعه. تمام، الانترودكشن بقى، الانترودكشن دي عاده بتبقى من 3 ل 5 باراجرافز، بتبقى من 500 ل 750 كلمه، اكتر من كده بتبقى برولونج بساعه او لونج، بتبقى نان ستراكشرد بقى او سيكشن بكتبها كلها باراجرافات مختلفه يعني باراجرافز باراجرافز. المفروض انا بركز في الابستراكت او الايم بتاعي في الانترودكشن عفوا، ان بكتب الباك جراوند انفورميشن عن الديزيز بتاعي، بكتب بشوف الراشونال او الامبورتنس اوف ذا ستادي، وبعد كده بعمل النولج جاب اللي انا على اساسها بحاول اعمل للستادي، واخر حاجه اخر باراجراف بكتبه في الانترودكشن هو الايم، ولازم اكتب الايم بتاعي في الانترودكشن.
لو جينا نفس البيبر اللي مسكها الراجل الاوقات عمل انتروداكشن عن النال انكوليك فاتي ليفر ديزيز، بعد كده عمل حط باراجراف ثاني عن الدياجنوزز بتاعه والرول بتاع الكاب اللي هو الكابيلر اتنويشن بارامترز، وبعد كده اتكلم ابتدى يتكلم عن الفيتامين دي والرول بتاعه في يعني في الديزيز اللي هو مرتبط بيها، وبعد كده عمل اسوشيشن بين الفيتامين دي والانكوليك فاتي ليفر ديزيز، بيقول ان في ستادز كثيره بتقول ان فيه اسوشيشن بينهم، وفي الاخر رمى لنا كلمه كده بيقول ولكن في بعض الاستاذ بتقول ما فيش اسوشيشن، يعني على اساس يقول ان في كونتروفيرس، وانا على اساس كده بعمل الاستاذ عشان اجاوب على الكونتروفيرس ده. ما انت لما تقرا الكلام ده تقول ان الكلام قديم، لكن هو حاطط لك ان في ناس بتقول لا وناس تقول لا، فبالتالي انا عايز اعمل عشان احل الكونتروفيرس ده، وفي الاخر حاطط لي الايم بتاعه اللي هو، فدي الايديال انترودكشن دي. بعد كده ندخل عن بيشنت اند ميثودز، معلش انا بمشي بسرعه عشان الوقت. مهمه جدا 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 البيشنت اند ميثودز، رغم انها شغلنا للاسف بتبقى مش كويسه، احيانا تلاقي الباحث او الريسيرشر او حتى الطالب عمل رساله 300 صفحه وكاتب ميثودولوجي في صفحتين ونص. طب انت طلعت ازاي ب 300 صفحه اتبنت على الميثودولوجي ده؟ او نفس القصه الباحث كاتب يعني حاجات ما عملها وما كاتبهاش، او كاتبها وما عملهاش، فتلاقي الميثودولوجي او الميثودولوجي في ايتمز، اول حاجه الايسكس، ثاني حاجه الستيبس اوف ذا ستادي، ثالث حاجه الستاتستيكال اناليسيز، رابع حاجه السامبل سايز كالكوليشن، لازم الاربعه دول نتكلم عنهم. والايسكس كونسيدريشن برضه هنجمعهم في ست حاجات، اول حاجه الايسكس ابروفال كوميتي ابروفال، لازم اكتب الاستادي مين اللي اداني الابروفال، يعني اقول مثلا الاستادي بتاعتي از ابروفد باي ذا Faculty of Medicine is South Valley University Faculty of Medicine Ethics Committee، واكتب التاريخ بتاعها واكتب النمبر بتاعها في بادي Ethics Approval. لازم اخد consent من كل الparticipants واكتبه، اكتب consent an informed written consent was obtained from all participants سواء كانوا patients او health volunteers، يعني بيستثنى طبعا من الكونسنت الريتروسبكتيف ستاز، مش محتاج كونسنت فيها الا اذا كانت تتعلق بخصوصيه اختراق المريض او ان في حاجه معينه لو حطيتها هيتعرف، فلا خلاص لازم ساعتها اخد كونسنت. لازم الاستاذ تبقى معموله في الستاند على الستاندرز، واكتب برضو ان اللي عندنا اللي هي على الهيومن بنكتب انها مطابقه او متوافقه مع الهيومن ستاندرز، زي بنسميها الهلسنكي ستاندرز، واخر هلسنكي كانت موديفايد كانت 2013، فبكتب انها كوندكتد ان اكوردنس والهلسنكي ستاندرز از ريفايسد ان 2013، او لو انا من الاستاذ بنكتب انها متوافقه ان اكوردنس مع الارايف ستاندرز اللي هي بتاعت الانيمالز. تمام، بعد كده في ستاندرز تبقى خاصه بكل ستادي، يعني في حاجه كده يعني هو ريتروسبكتيف ستادي، كيس كنترول ستادي لها ستاندرز، الدياجنوستيك تيست اكيرسي ستادي لها ستاندرز، السيستماتيك ريفيوز والميتا اناليسيس اللي هم البريزما ستاندرز، الراندمايز كنترول ترايل لها الكونسورت ستاندرز، الستاندرز كلها موجوده على موقع اسمه الايكواتور نتورك، انا بدخل عليه وبشوف الستاندرز دي واطبقها واحاول اطبقها واقول انا بعمل ستيتمنت ان انا مشيت على الجايد لاينز او على الستاندرز دي. ورقم خمسة عندنا البرميشنز في الميثودولوجي، أي صورة أو أي تيبل تاخده مش بتاعك المفروض تبقى فيه برميشن أنت جبته منين، تمام؟ عشان ما تحطش نفسك في مسؤولية مع أحد. وآخر حاجة في الإيسكس كونسيدريشن هي الريجستريشن، غير الإيسكس أبروفال زي ما قلنا في بعض الستادز لازم أعمل لها ريجستريشن زي الراندمايزر كنترول ترايل والسيستماتيك ريفيوز والميتا أناليسيس. فتفاجأ وللأسف كل بيبرز تحت الجراحة كلها راندمايزر كلها كلينيكال ترايلز، فالمفروض تسجل، تلاقي الباحث أخذ بحث وخلصوا عايز ينشروا هي في الاخر ار سي تي وما سجلهاش، مفيش مجله محترمه هتنشرها لك الا اذا كانت بتدور على الفلوس. فبالتالي قبل ما تبدا البروتوكول بتاعك او قبل ما تبدا الاستاد او حتى انت وشغال اعمل ريجستريشن للاستاد بتاعتك الارنماز كنترول ترايل على ايا كان بقى، على الكوكرين، على clinicaltrials.gov، ايا كان على الباكتر بتاعت اي حاجه تكون دوكيومنتد او تكون تراستد يعني. ولو هي سيستماتيك ريفيوز والميتا اناليسيس بنسجلها على البروسبيرو او على الكوكرين. تمام كده، فده الايسكس ابروفال او الايسكس بارت يعني الايسكس كونسيدريشن، وده الايكواتور نتورك وده الموقع بتاعه. ادي انواع الاستاد بدخل عليها، مثلا دي راندمايز ترايل هتك عليها اجيب للكونسورت، دي اوبزرفيشن ستادي ستروب سيستماتيك ريفيوز بريزما، فبدخل عليها وبشوف الكرايتيريا بتاعت الاستاد دي واحاول اقراها عشان بس ما اقعش في خطا بعد كده لما اجي انشر. بعد كده بنكتب الستيبس بتاعتنا ان ديتيلز، والستيبس احنا عملنا ستادي عملناها على بارتيسيبانس وهي نفسها ستادي، فبالتالي هكتب الستادي ديزاين اللي انا استخدمت تدريس سبيكتيف ولا بروسبكتيف، كنت كيس كنترول ستادي عملناها مثلا في الساوث فالي يونيفرسيتي في الفتره من كذا لكذا، والبارتيسيبانس بتوعي وزي ما قلنا هقرا الستاندرد بتاعت الستادي دي، وبعد كده بتكلم عن البارتيسيبانس مين هم البارتيسيبانس بتوعي، انا اخذت اللي هو الادلت مثلا فولنتيرز او ادلت بيشن اللي هم كانوا بيحضر او الادلت اتنزنس كل ميلز والفيميلز ريسبكتيف اوف ايج اوف ميلز او فيميلز او في ديزيز انكلوجن اكسكلوجن كرايتيريا الديموغرافيك بكتبها بتاعتهم اللي هي البارتيسيبانت،
بعد كده بكتب الديتيلز اللي انا استخدمتها في الاستادي نفسها. انا شفت الفيتامين دي وشفت الليفر سيروز او الفاتنان الكوليك فاتي ليفر ديزيز، فاقول انا شخصت الفاتي ليفر ديزيز ازاي، وبحط دوكيومنتيشن ازاي شخصته. يعني انت هتقول لي شخصته بالكاب، طب ومين قال لك ان الكاب دياجنوستيك للفاتي ليفر ديزيز؟ فلازم اجيب دوكيومنت او حاجه احط ريفرنس انها ان الكاب دياجنوستيك للنان الكوليك فاتي ليفر ديزيز. الديتيلز اوف ستادي انت، بعد كده ستاتستيكال اناليسيز، واكتب السوفت وير اللي استخدمته وكل الديتيلز اللي انا استخدمتها. اذا كان للاسف بنوع تلاقي حد استخدم تيست وما كتبوش او كتب وما استخدموش، كلنا بناخد الجزئيه دي كوب وبيست من اي بيبر تاني، وتلاقي تروح تبعتها تلاقيها كلها بليجاريزم في الاخر، وفي نفس الوقت فيها حاجات ما انت ما استخدمتهاش. يقول لك انك عامل انوفا وما عملش انوفا اساسا، مش مالهاش رول في الاستادي بتاعتك، ولازم تراجع الجزئيه دي. مهمه جدا 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 السامبل سايز وازاي يتحسب. انت هتقول انا خدت 50، اشمعنى ال 50 ما خدتش 100 يعني ولا 200؟ اشمعنى؟ بعد كده هدخل بس بسرعه عشان الخمس دقائق الاربعه الفاضلين. الريزلتس ازاي تكتب الريزلتس؟ احنا في مدرستين كبار في الريزلتس، اما اكتب ابدا من الين بتاعي او اللي هو الاسوشيشن مال فاتي ليفر وان الكوليك فيتامين دي وان الكوليك فاتي ليفر ديزيز، واكمل بعد كده عليه، او ان ابدا بنفس الكونسيكونس بتاع الميثودولوجي. انا استخدمت ميثودولوجي، خدت مجموعه من الناس بيشنت وفولنتيرز، فخلاص اقارن بينهم ديموغرافيز وكلينيكال ولابوراتوري وايمجينج، وبعد كده ادخل في 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 المين بتاعي في الايم بتاعي واتكلم عنه. احنا بنكتب الريزلتس يا تيبل يا تكست يا تيبل يا فيجرز، المفروض ما حاجه واحده بس يا دي الا اذا كان في حاجه تستدعي انك تكتب الاثنين. ابدا منين؟ زي ما قلنا نبدا فيها، ما فيش ريبيتيشن، حاجات كتبتها تيبل ما فيش داعي ترجع تكتبها تكست ثاني او تكتبها فيجر، الا اذا كان التيبل او الفيجر هيضيف معلومه زياده او هيدي ستريس اكتر. اتاكد ان كل الريزلتس اللي حضرتك بتكتبها لها معضده بميثودولوجي وستاتستيكال اناليسيز. ما تبقاش كاتب لي ان انا تطلع تقول لي مثلا الفيتامين دي ده مثلا ليه بيتناسب مع او بريدكت السيفيريتي اوف ان انا الكوليك فاتي ليفر ديزيز، وما فيك حاجه تقول لي بيها ان شخصت السيفير يعني ايه سيفير ان انا الكوليك فاتي ليفر ديزيز وازاي شخصته، وانت ما عملتش حتى كومبارزن كبريدكتيف ريجريشن اناليسيز ولا عملت كورليشن عشان تقول لي الحته دي. فلازم اي ريزلت كلها ميثودز، واي ميثود تكون ريفليكتد بريزلتس. الفيجرز لازم تكون كومبليت وبالتايتل وريكوايرد باي ذا ستادي وسكس سيلف اكسبلاناتوري. الفيجرز لازم كلها تبقى كل الفيجرز تبقى موجوده مشار اليها في التكست اللي هتعمله، والتيبلز نفس القصه مش هتطول فيها كتير، لازم تكتب فيها كل اليونتس. الدسكشن انا بعمل دسكشن للمين بقى؟ الدسكشن للحاجات المهمه بتاعت اللي بتخدم على النقطه البحثيه بتاعتي. يعني ما فيش داعي انك تناقش الحاجات اللي قتلت بحثا. انا بقارن مثلا بين سيروتيك ونان سيروتيك في 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 مثلا بشوف الفيتامين دي في السيروتيك ونان سيروتيك، فما فيش داعي انك تضيع وقت وتقول ان البومين في السيروتيك اقل من النان سيروتيك من الهيلسي، وتقعد تجيب لي استادز وناس تكمبير لي. دي حاجات ايفيدنس بيز، مش مطلوب انك تناقشها لي. ناقش لي اللي بيعضد عليك، ناقش لما تقول لي الالبومين بيأثر على السيرم فيتامين دي او لينكد بي او كورليتد ليه او بريدكتد ليه. طبعا تعمل الريزلت، تعمل لها انتربريتيشن وتكسبلين وتكمبير الريزلت بتاعتك مع الاذرز، ولو في كونتروفيرسي بينك وبين الاذرز بتحاول تشوف الكونتروفيرسي ده ليه وتكتب جاي منين. بعد كده ما تكررش الريزلتس، الحاجات اللي مش هتناقشها ما تكتبهاش اساسا في ريزلت، مش هتناقشها ما تكتبهاش في الريزلتس خالص. بعد كده بنكتب الليميتيشنز الصادي بتاعتنا، ولازم تذكرها انت بنفسك، لان لو ما ذكرتهاش هيذكرها لك الريفيورز او الايديتور، واحيانا بتبقى بتكون نقطه كافيه انك تتعمل لك ريجكشن. طبعا لازم تقارن زي ما قلنا بالحاجات اللي قبل كده. الكونكلوجن لازم يكون مبني على يكون الكونكلوجن بتاعك مستخرج من الريزلتس، يكون في ايفيدنس عليه، ولازم في الاخر تحط ريكومنديشن في للفيوتشر والفيرزر ستاديز. السيتيشن او الريفرنسز لازم تكون كونسيستنت، ويستخدم يستحسن انك تستخدم واحد من السيتيشن مانجرز مندلي او الاندنوت او البروسبيرا او الزوتيرا او غيره. وحاول برضو تطبق الرولز بتاعت الجورنال، مش هطول في الجزئيه دي. الكومبلمنتري سيكشن كده تقريبا خلاص، تايتل بيج والحاجات بتستخدم الاسامي الباحثين والافليشن بتاعهم. الاكنولجمنتس هنا بس، الاكنولجمنتس اقول كلمه انك ما ينفعش تشكر باحث معاك، الباحث خلاص هو الشكر بتاعه ان اتكتب في البحث بقى كؤوسا، فبالتالي مش بشكره تاني خلاص. انا بشكر حد ادى خدمه بس ما وصلش ان يبقى اوسر معايا. الفاندنج بكتب الفاندنج بتاعي والكونفليكت اوف انترست والكونتريبيوشن والافيلابيلتي اوف داتا، بس كده بتكتب في الاخر الداتا بتاعتك افيلابل هون ايفر هون ريكويستد. بس شكرا.